حياكم الله. للمدن طعم مثل طعم بعض الناس، خصوصا الناس اللي يرتبطون بالمدينة ويحملون أيضا تاريخه بالعراق. اليوم اللي يمتد تاريخه إلى أكثر من 7000 سنة، أنتج مدن خلدها التاريخ القديم وبالتاريخ المعاصر أيضا. تخلدت مدن تحمل أسماء الناس العظماء اللي سكنوها بالضبط، واللي تابعنا البارحة طبعا راح يتابعنا بهذا أيضا. ما أقول راح نتناول الكاظمية اللي ارتبط اسمها مع الإمام الكاظم عليه السلام. اليوم إحنا في قلب المدينة اللي ارتبط اسمها أيضا بأحد كبار العلماء وأصحاب الدرس الفقهي، وأعني بها مدينة الأعظمية والإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. اللي آثرنا أيضا بهاي المدينة هو شعار كلنا الأعظمية، وهذا ينطبق أيضا على انطباع أهلها في المعركة الاجتماعية والخدمية اللي يخوضوها. خلينا نشوف التقرير ونرجع. تعد منطقة العظمية التي تعج بالحياة من المناطق التجارية المهمة في بغداد لما تحمل من ذكريات وأماكن دينية وسياحية، فثم راغبة خاتون والقريعات والصليخ والسفينة والشوارع التجارية المهمة كشارع عمر عبد العزيز وراس الحواش وسهام المتولي وشارع 20. ومع التطور الاقتصادي والعمراني الذي شهدته بدايات القرن 20، سكن فيها أصحاب المحلات البغدادية القديمة والقادمين من المدن الأخرى من موظفي الدولة وضباط الجيش والطبقة البرجوازية الصغيرة، مما جعلها تمثل حداثة المجتمع العراقي ومعقلا للحركات السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد. هذه المدينة الغافية على أنفاس دجلة الخير تحولت اليوم إلى مراكز وورش صناعية، امتدت التجاوزات فيها إلى مناطق لم تجرؤ على الوصول إليها سابقا، ناهيك عن خراب واضح نتيجة العديد من مشاريع الإكساء والأرصفة من دون تخطيط أو إتقان للعمل، حتى تحولت هذه المشاريع إلى هم لساكنيها وهدرا لملايين الدولارات، كما قال لنا من استطلعنا آراءهم ونحن نعد هذه الحلقة. التخطيط العمراني غير المدروس والبنى التحتية التي تعاني من الإهمال وعدم الإدامة للدرجة التي أصبحت فيها المدينة متهالكة وتمنح زائرها انطباعا لا يليق بتاريخ ومقام مدينة ترتبط باسم الإمام الأعظم. عن كل هذا وعن الحلول الترقيعية وعن الطموحات بإنشاء عمراني ينهض بواقع المنطقة، نفتح الملفات ومن داخل المدينة مع مسؤولين وشهود مسؤولين سيكونون ضيوفا أعزاء على برنامج دائرة السلطة. شكرا للزميلة رشا الهيتي على قراءة التقرير، التقرير اللي أشار إلى تاريخين، تاريخ قديم وتاريخ معاصر، وبين هذين التاريخين تتحرك مدينة يضيف الدفء لحركتها. نشطاء المجتمع المدني مثل ما يضيفون أيضا الشتاء اللي دخل عالمنا المتعب القلق للأهالي والمسؤولين. وقبل ما نفتح الملف بودي أن أقول حق الرد مكفول، الأرقام راح تكون أسفل الشاشة للتواصل معنا وناقش اليوم العظمية، واللي نرجو من المشاهدين الالتزام بهذه الملاحظة. بأبدأ مع الحوار السيد قائم مقام العظمية الدكتور عصام العبيدي، حياك الله في دائرة السلطة دكتور. اهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافه. حياك. يعني اول ما نرفع باول يعني تسليمك اليوم لشعار العظميه، كنا العظميه، وين وصل هذا الشعار وشنو اللي تحقق من عنده بالضبط؟ يعني الموضوع لا زال بدليل انه خلال ازمه جائحه كورونا لم تستطع الحكومه وتشكيلاتها يعني سد النقص الحاصل في كل الجهود في مختلف القطاعات، وبادرت الفرق الطوعية للعمل على يعني مساعدة الأهالي ومساعدة المستشفيات ومساعدة حتى الدوائر الخدمية بهذا الاتجاه. طبعا الكل يشهد أنه العظمية شهدت أنشط فرق تطوعية خلال هذه الفترة. الموضوع موضوع مو موضوع مؤقت أبدا، الموضوع ثقافة، وإحنا مستمرين بهذا الأمر
طبعا إدراكا منا لأنه منظومة الدولة واهنة وهشة وغير قادرة على النهوض بأعباء كثيرة، لذلك ينبري المجتمع المدني للقيام بهذه الواجبات يعني بالتعاون مع القطاعات العاملة بالقضاء، يعني إيمانا وإدراكا أنه الفترة ما تحكمها ظروف قياسية أبدا. نعم، يعني الأعظمية والحرية اليوم غياب حكومي، يعني تتحدث اليوم جنابك اللي يلامس نقطة مهمة من نقاط واقع المدينة، لكن يعني خليني أسألك عن مدى مساعدة القوانين المشرعة في إنجاز الأعمال اللي أنجزت أو تلكأت واللي أساساً ما رأت النور، يعني حتى نقولها مثل باقي المحافظات مثل باقي المناطق. تفضل. طبعاً هذا سؤال مهم، احنا يعني حقيقة يمكن علتنا بالقوانين، فوضى التشريعات وبالذات العلاقة الملتبسة بين المحافظة والأمانة هي اللي خلقت هذا الأمر. يعني أنا ما أفهم ليش لحد الآن أمانة العاصمة لا تعمل بقانون، وقانون مجالس المحافظات والمحافظات والأقضية والنواحي الدوائر الخدمية ما تعترف به، أو على الأقل نقول التنسيق ضعيف جدا. هذا الموضوع يراد لإعادة نظر، وهي فرصة أنه السادة المشرعين يشوفون الأمر ويبحثوا بجدية. منذ عام 2006 ولحد الآن معلوماتي، وأنا كنت أعمل في مجلس النواب، أنه قانون العاصمة مدرج على رفوف لجنة الأقاليم والمحافظات ولحد الآن لم يشرع. طيب التلكؤ من وين دكتور عصام؟ عندنا نتكلم اليوم عن أضرار كل مناطق العراق ضررت، إذا نتكلم خدمية يعني أبسط شيء زخة المطر اللي صارت. راح أقول لك، طبعا هي غير ما كانت مقتصرة على الأعظمية الموضوع. هو أنا تكلمت أنا أولا إلى أنه منظومة الدولة الواهنة أولا، وعشوائية التشريعات اللي ألقت بظلالها على كافة التشكيلات العاملة سواء خدمية أو غير خدمية. الأعظمية فقيرة في كل القطاعات، إذا نجي نحسب هسه بالإضافة إلى قطاع الخدمات، يعني اللي يتحول فقط إلى خدمات بسيطة مقابل يعني ضرائب ورسوم ربما أحيانا تكون باهظة وبدون مبالغة ربما تكون ظالمة أيضا. القطاعات الأخرى غير القطاعات الخدمية، إذا نجي مثلا على موضوع القطاع التنمية الشبابية والرياضية، هاي الأعظمية هي أم الرياضة وأم الأبطال، يعني معقول أنه ما بيها منتدى الشباب لحد الآن؟ وإحنا عاملين مخاطبات للسيد وزير الشباب السابق ولحد الآن ماكو استجابة. والأندية أيضا فقيرة في كل مرافقها وتحولت إلى مقاهي، الكل طبعا يعرف هذا الموضوع. معناتها ماكو استراتيجية، ماكو تخطيط، ماكو يعني أمل بتنمية حقيقية. هذا حكينا على قطاع الشباب والرياضة، إذا نحكي على قطاع الثقافة يعني هل يعقل أنه هاي الأعظمية اللي تأسست بها الدولة العراقية واللي تمتلك بها وزارة الثقافة أكثر من 5 مباني منشآت و3 مديريات عامة ما بيها بيت ثقافي والبيوت الثقافية وصلت لحد القرى؟ ما أنا حقيقة ما يعني إحنا مسوين مخاطبات للوزراء بس ما يجاوبونا ولا أعرف يعني شيء متعمد دكتور يعني نعتبره؟ إذا ما حد يجاوب معناه تعتبره متعمد. نعم يعني نتكلم وزارة الثقافة عندنا نتكلم عن أندية عن متنزهات أو غيرها، إذا كان جانب خدمي أو غير الخدمي تمام، بس أكو شغلات درد نتكلم عليها اليوم. أهالي وشباب الأعظمية يعني أرسلوا أيضا يقول لك يعني مدير عام البلدية الأعظمية السابق اللي استلم المنصب وأيضا أسباب تعود المنصب ورجعت محاكمته، وأكو شبهات فساد، إذا أكو شيء متعمد بالنسبة لأهالي الأعظمية، نادي النعمان الرياضي أو المنتزهات الموجودة أو غيرها، وين صارت؟ إذا ما تقدرون تسووها تعال سووها يعني سكن، خلينا نعتبرها سكن نقدر نستغلها. إذا تحكين على موضوع نادي النعمان الرياضي الآن أكو محاولة لإحيائه، هو الآن غير مسجل. الأندية الموجودة في ضمن الحدود الإدارية لمقامية الأعظمية هي فقط نادي الأعظمية ونادي الصليخ وما بها أي دعم،
وأنا أسجل أيضا أنه الهيئات الإدارية وحتى الهيئات العامة هيئات خاملة بحيث مدن الحظ يعني أي خطط لتنمية شبابية ورياضية بها، وأعتقد الجميع يلحظ هذا الموضوع. باقي المرافق الأخرى يعني أنا قلت لك موضوع المدن اللي خدماتها مرتبطة بأمانة بغداد يعني مدتنا الحظها من الخدمات، بدليل أنه كل المناطق اللي ربما حتى أطراف بغداد الآن أطراف صحيح. بغداد حظها من الخدمات أفضل بكثير من مركز بغداد وكل أقضيتها. تمام، خلي شباب الصحفي ويانا موجود. تمام، طيب خلي أرجع يعني دكتور، اليوم تضرر بالنسبة للمناطق وأنت أيضا قائم مقام الأعظمية نتيجة الأمطار والغرق الموجود بها، كم شارع، المطبات الموجودة، الأمواج بالمياه اللي اجتاحت أيضا للبيوت، غياب تام للآليات الحكومية والجهات المعنية بالنسبة للأهالي المنطقة؟ لا الحقيقة هو مو غياب، هي موجودة لكن لا تكفي إطلاقا، لا تتناسب أبدا مع مدينة أشار تقريركم إلى أنه تخطيطها المعماري قديم، وبالمناسبة هي الآن يعني بأمس الحاجة إلى تحديث التصميمات. أكو عندنا أحياء كاملة، أحياء سكنية كاملة لا تخدمها الأمانة ولا تخدمها المحافظة، هزين دولة من يخدمهم؟ يعني الموضوع بحاجة إلى تحديث تصميم الأساس المدينة. ربما حتى من أكثر من 50 سنة لم يحدث. التقادم الحاصل بشبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الأمطار، هذا كله محسوب. طيب دكتور، كم منطقة اليوم تريد تعيد إلى واجهة يعني مدينة الأعظمية؟ المناطق اللي بالفعل تحتاج إلى إعادة هيكلتها، أكو مناطق إلى حد الآن يعني صار لها سنين، ربما كثيرة، لكن أنا أحكي لك يعني فيما يخص الأعظمية لم تشهد أبدا أي تطوير أي تحديث، والبنى التحتية مالتها متهالكة، وأكو أسباب أخرى أيضا. الأعظمية اللي كانت ربما يعني مسرح لبعض الأحداث العسكرية صحيح. أو الإرهابية أيضا تحملت أعباء هجرة ما لا يقل عن 10,000 عائلة من 4 محافظات، وهذا يجب أن ينذكر. وبالمناسبة احنا نطالب أيضا بشمول المدينة بصندوق الإعمار على اعتبارها متضررة من العمليات، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة. نعم، هاي بالنسبة لعشرة آلاف عائلة، الفترة اللي اجتمعت بها الحروب. خلينا نتوقف عندها ونشرك أيضا الصحفي والناشط من مدينة الأعظمية مهند صالح، مرحبا بك في دائرة السلطة. اليوم بدنا نناقش واقع مدينتك الأعظمية من النواحي الخدمية الصحية الحياتية. المدينة راح تواجه شتاء، يقولون عنه راح يكون كلش قاسي على الجميع. خلي نسولف عن الجانب الخدمي والبنى التحتية المجاري ما يتعلق بهذا الجانب، تفضل. نعم، أهلا وسهلا، حياك بيشوف كل مشاهدي قناة السرية. بالنسبة للأعظمية، الأعظمية مدينة تختلف عن غيرها من المدن. أعظمية تعتبر نقدر نقول عليها لؤلؤة بغداد، أنه من المدن القديمة في بغداد، من أوائل المدن في بغداد. ومسألة البنى التحتية، البنى التحتية متهالكة، يعني أنا عمري 55 سنة، أتذكر أنا صغير والمجاري مال العظمية سووها يعني قبل 50 سنة، يعني اشتغلوا هالمجاري مال العظمية ولحد الآن. ويعني إحنا بالنسبة لنا مشكلتنا بالبلد إنه ماضينا أشمل من حاضرنا. أنت هسه من تجين تشوفين صور مدينة العظمية قبل 30-40 سنة، تشوفيها من أجمل المدن ومن أرقى المناطق في بغداد وفي العراق، تقصدت كل الناس موجودين، يعني كل كبار رجال الدولة في الأعظمية، البلاط الملكي في الأعظمية، أول جامعة أهل البيت في الأعظمية، أول بدالة نصبت في الأعظمية. يعني الأعظمية لها تاريخ، المفروض أنه يكون لها عناية متميزة تختلف عن باقي المناطق. وبس المشكلة أنه يعني نظام الصرف الصحي اللي بيها
اللي هو يعني سيد محمد، أنا سألت الدكتور عصام العبيدي، هو قائم مقام العظمية، بالفعل العظمية والحرية هي غياب حكومي، يعني برأيك هذا متعمد؟ اليوم بدنا نتكلم يعني حتى المجاري صار لها 50 سنة ما متغيرة، بنى تحتية متهالكة، يعني الحروب اللي أثرت أيضا على المباني على البنى التحتية خاصة في مدينة العظمية. العظمية بها لها يعني أعتقد أنه متعمد، لأنه دائما يبدو هذه المدينة تكون يعني دون المستوى المطلوب، لأن العظمية بها يعني لها خصوصية بالعالم الإسلامي، إنه هي معقل السنة في العراق، في العراق والعالم الإسلامي لوجود مركب الإمام أبو حنيفة، يعني هذا مرجع أهل السنة في العراق والعالم الإسلامي، ومنطقة مهمة بالنسبة لل يعني للسياسيين يعتبروها منطقة نقدر نقول عليها تختلف عن مناطق بغداد الأخرى. نعم. فالتقصير متعمد 100%. طيب خلي أرجع للدكتور. دكتور يعني البارحة كان عندنا أيضا الكاظمية، اليوم الكاظمية على كفتين، اليوم والعظمية، العظمية والكاظمية، إذا كان مرقد الإمام الكاظم عليه السلام أو مرقد اليوم الإمام أبي حنيفة النعمان، كل دول العالم تجي إلى يزورون هاي المنطقتين، ليش إلى حد الآن ماكو أي ترميم؟ كل دول العالم إذا نتكلم يعني عليها مناطق الدينية تكون من ناحية الخدمات، البنى التحتية، الأزقة، الشوارع، مهتمين بها. بس إشارة مهمة. نعم إشارة مهمة. إشارة مهمة. العظمية والكاظمية هي مدن عالمية. صحيح. هي مدن عالمية، لكن من المنتبه لهذا الموضوع؟ يعني أنا أعتقد وهذا برنامجكم اسمه دائرة السلطة، هو رسالة لأصحاب الشأن يعني على كافة المستويات الانتباه لهذا الموضوع. مدن عالمية يعني في غير بلدان يستغلوها استغلال سياحي، يعني سواء أو يعني حتى بالمنظومة العلاقات الدولية يستغلون هالمدينتين، لكن اللي نشوفه يعني للأسف ماكو بال، ماكو بال أو ماكو تخطيط أو ماكو تفاعل مع هاي المدينتين. يعني ربما نحكي على مدينة العظمية على وجه الخصوص، لكن أتوقع أنه ونبات أشوف أيضا ليست بأحسن حال، مدينة بلا تخصيص، وأيضا بها يعني أمور تمشي بطريقة عشوائية، طريقة إدارة الدولة الغير جيدة من 17 عاما ألقت بظلالها على كافة التشكيلات. طب جنابك كنت أيضا في مجلس النواب من 2006، يعني حتى كميزانية مدرجة تكلمت عليها، يعني بدنا نتكلم عن فترة. نعم راح أحكي لك. أولا أنا يعني كنت موظف استشاري في لجنة الأقاليم والمحافظات، كان واجبنا يعني نشوف القوانين يعني عن طريق المقارنة ندرس القوانين على مود نشرع أو للمشرعين نجهز قانون يتناسب ويا حالة البلد. وبذاك الوقت طبعا الكل يعرف أنه كانت أكو فدة عشوائية وارتجال في إضافة فقرات للقوانين من قبل النواب، وربما الموضوع لا زال لحد الآن الكل يعرف هذا مو خافي، ولذلك الموضوع كل قانون تشرع نشوفه بعد 6 أشهر بحاجة إلى تعديل، معناته قانون مو رصين، معناته رؤية سياسية وليست رؤية فنية. في كل العالم النواب ما يكتبون قوانين، النواب يوافقون على القوانين، إذا كانت سياسية فقهاء الدستور هم اللي يكتبون، وإذا كانت فنية المختصين هم اللي يكتبون. بس ببلدنا الموضوع يمشي بهاي الطريقة. هواية استغلينا أوراق واستغلينا أقلام بس للتواقيع، وعلى الطاولة بقت صار لها سنين 17 سنة. أرجع للأستاذ محمد، يعني أزمة كورونا واللي ما زالت أيضا مستمرة، عفوا مهند، لحد الآن والله يستر على شعبنا من الإصابة اللي مستشفى النعمان، يعني لها أيضا دور مهم في المعالجة والإيواء والحجر الصحي. صار تأهيل المستشفى يستوعب زيادة سكان المدينة؟
مستشفى النعمان بها نقص بالكوادر، بها نقص بالأجهزة الطبية، بها يعني إدارة يعني نقدر نقول عليها متلكئة في بعض الشيء. يعني نتصور أنه خبر ينتشر بوسائل التواصل الاجتماعي أنه مدير عام مستشفى النعمان يزور يتفقد أقسام المستشفى، هي شغلها المستشفى على مود يعني غير المفروض أنها مدير عام يومي يطلع يطاوع ويشوف شنو شغله لعد يعني من يسووه خبر يصير أنه يتفقد أجنحة المستشفى، هذا مو شغل يعني مفروض أنه المدير يومي يطلع يشوف عنده حالات عنده هاي. احنا من الناس اغلب الناس تروح المستشفى النعمان لانه يعني اللي يصبنا يطلع يصب برجله يمشي يطلع بتابوت، يعني اكو نقص يعني كوادر طبيه معدات مواد طبيه كوادر طبيه كلها بها نقص مستشفى النعمان. ثم هي مستشفى النعمان قد عمرها الجانب الاخر انه هسه اكو توسعه لها توسعه متلكيه او متوقفه بالضبط ما يعني ما اعرف انه المفروض انه هسه هي بها حتى انه مستشفى تعليمي صارت لانه الجامعه العراقيه بها كليه الطب وهاي كليه الطب انه هي تكون مستشفى النعمان تتبنى هذا الموضوع. وعندنا مكانات كثيره بالمنطقه بالمدينه ممكن انه تصير مستشفيات اخرى، يعني عندك انت عندنا اداره المراكب بالكثره فد بنايه كبيره جدا راح تكون يعني تقريبا شوي اقل من مدينه الصد مثلا كم 2003 لحد الان ممكن انه تصير مستشفى كبيره. عندك البلاط الملكي اللي هو صار وقتها دار الضباط العاليه العالي يعني ممكن انه يصير، ممكن انه عندنا بنايه في شارع الامام الاعظم كانت تابعه لاتحاد الشباب او فشي هاي متروكه بنايه 10 طوابق متروكه. شنو الضير انه تصير هاي كلها تصير مستشفيات وتصير عيادات وتصير دوائر وتصير دوائر خدميه، شنو الضير انه نوسعها يعني مشاربين مستشفى النعمان داخل مستشفى النعمان يعني كل هاي المحلات يعني محل 308 تقريبا محل 30 بالعدد الزوجي، شنو الضير انه تكون مستشفى ثانيه وثالثه؟ يعني ما يعني بنايات فارغه ومتروكه تحتاج الا تعديل بسيط وتصير مستشفى. طيب خلي ارجع للدكتور دكتور عاصم، يعني استمعت الى استاذ مهند هو ايضا ناشط وصحفي، باي عمل هناك تجربة تراكم؟ يعني نتكلم واحد يبدي من فراغ لازم أكو أساس يبني، شلون تقيم التجارب السابقة اللي تحتاجها بالضبط مدينة؟ نتكلم عن مواقع دراسية مستلزمات دراسية، نتكلم عن مستشفى النعمان، عن التجاوزات الموجودة تنظيف وتسليك الخطوط الشوارع وشبكاتها. ستعني ذكرت في بداية حديثي أنه الأعظمية بالمعنى المجازي للكلمة فقيرة في كل القطاعات. وحكينا ما يكفي على موضوع الخدمات، يعني أبدا الخدمات المقدمة المخصصة من أمانة بغداد لا تكفي أبدا لخدمة مدينة بأهمية الأعظمية وبالكثافة السكانية اللي تسكن مدينة الأعظمية. إذا نحكي على موضوع الصحة، أستاذ مهند حكي على موضوع الصحة، يعني هو قال في البداية أنه النقص في الكوادر ومعلومات أنه وزارة الصحة تشكو على العموم يعني تعمل بطاقة 40%، أنا سمعت من مدير عام صحة الرصافة يعملون من 40 إلى 50% من الطاقة المفترضة، ونقص الأجهزة. بعدين نلقي بالتوابع الموضوع على إدارة، شوي الأمر ما يستقيم بهذه الطريقة. قياساتي شخصيا خلال فترة جائحة كورونا أعتقد المستشفى قدمت خدمات جليلة، وعدنا أكثر من 250 إصابة من الكوادر، يعني هذا يدلل لنا على أنه الجهود كانت مخلصة. المستشفى النعمان أدى خدمات ليس فقط لأهالي مدينة الأعظمية، لكل أهالي مدينة بغداد. صحيح يشكو من النقاط اللي ذكرها الأستاذ مهند،
لكن أدى ما مطلوب عنده خلال هذه الأزمة ومستمر. فيما يخص التطوير، محافظة بغداد تعمل الآن ومستمرة على مشروع جناح بتسع طوابق يشهد أحيانا بعض التلكؤ نتيجة قلة التخصيصات. أنا طبعا دائما الاطلاع والزيارة لهم، العمل جاربي، ومن المفترض أن يضيف إضافة نوعية كبيرة للمستشفى. المستشفى مساحتها صغيرة، وهذا يستدعي أيضا مثل الفكرة اللي طرحها أستاذ مهند إقامة مستشفى أخرى يعني على تخوم المدينة، وأكو بنايات كثيرة. لكن المشكلة هذا يعني هاي النقطة الأساسية دكتور العبيدي، هاي النقطة الأساسية من تكلمت، هناك أيضا بنايات متروكة نقدر نستغلها. يعني جنابك ايش قد صار لك مقام العظميه؟ صحيح، كم سنه صار لك؟ انا صار 3 سنوات. 3 سنوات. طيب اللي اسست نقاط اساسيه، نقدم مقترحات. المقترحات يعني قدمت مقترحات، قدمت مقترحات بخصوص البنايات. بخصوص البنايات، لكن هذا الروتين يعني امتلاك الوزارات للبنايات والاراضي وجواز نقلها من وزارة إلى أخرى موضوع معقد. وأحياناً أكو وزارات عندها استعداد يعني تتنازل للتجاوز بكل سهولة، بس ما عندها استعداد تبني فد مشروع استراتيجي يخدم المدينة والبلد. تمام، أرجع إلى السيد مهند. سيد مهند، يعني أرد أسألك أسئلة بالنسبة ل 13,000 مولدة أقسام أيضا بالمولدات الموجودة في بغداد يستلمون حصص وغيرها بالعظمية، شلون الكهرباء؟ خلني هاي النقطة الأساسية اللي أريد نتكلم عليها. بالنسبة للكهرباء، الكهرباء نطوا يعني لشركة الوصال على أساس أنه كهرباء 24 ساعة. جت شركة الوصال استغلت العظمية، طلعت انه بس شركة جباية بس. ما بها اي يعني اي تقدم للكهرباء، والكهرباء قبل العظمية كانت 24 ساعة. من جت الشركة صارت الكهرباء قامت يعني رجعت الى البرمجة. وشيء ثاني بالنسبة للمولدات، المولدات اللي بالعظمية اغلبها انه يعني دكتور عصام يعني المفروض انه اعرف من عندي بهاي المساله تخصيصات الغاز والهالي. ليش الغاز مو يعني رئيس الوزراء السيد الكاظمي مو المفروض اعطى اصحاب المولدات لمده شهرين مجانا منطوكم بالعظميه؟ ما اعطيك شيء. يعني المفروض انه اكو حصص. اكو حصص للغاز حسب ما نفهم من اهل المولدات انه معظم المولدات بدون حصه. اكو مولدات للدوله اللي هي مال مجلس محافظه بغداد نعطيها، بس ما بها حصص، حصص انها متوقفه او فكشيل يعني من هذا القبيل. دكتور عبيدي سمعت انه ما عندهم اهل المولدات؟ السيد الكاظمي اعطى لمده شهرين. استلموا لمده شهرين. لمده شهرين السابع والثامن. لكن هذا مو كافي، هذا مو كافي. وبعدين حتى المستلمين هم ايضا خالفوا التسعيره. حتى من استلم كثير منهم خالف التسعيره، اضطرينا نقيم الدعاوى ضدهم. تمام. وبالمناسبه هذا الشهر الماضي فقط احنا موقفين 15 متعهد ورافعين دعاوى ضد 40 متعهد. هذا ملف شائك. وبالمناسبة ما طول انفتح هذا الملف أنا عندي دعوة لأن وزارة الكهرباء تأخذ على عتقها هذا الملف. هي تعرف إيش قد تجهز كهرباء، هي تعرف شلون تحاسب أبو المولدة، هي تعرف إيش قد ممكن تطي وقود. ما أصبح الموضوع يعني موضوع كارثي. موضوع بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط، يعني المفروض هذا الشيء. نعم إيه نعم، خلي تصير فد هيئة مشتركة هم يديرون الموضوع، وربما يترتب بطريقة أكثر حضارة، أكثر تأثيرا على البيئة، أكثر يعني مراعاة لظروف الناس. أما الموضوع ظل بهذه الطريقة، إحنا واجبنا فقط نرفع دعاوى على المتعهدين وتروح اللي ربما في أدراج المحاكم أو مراكز الشرطة. يعني مدى متابعة ما تقتصر دورنا يقتصر على هذا الموضوع. ولذلك من المفيد جدا أن وزارة الكهرباء ووزارة النفط تستلم هذا الملف. تمام، أرجع للسيد مهند. سيد مهند، سمعت إلى الدكتور عصام. نعم.
يعني أعيد ما يعني قال الدكتور، المفروض وزارة الكهرباء ووزارة النفط هو مسؤول على التجهيز أيضا. إيه يعني كل أغلب الدول يعني هاي تركيا أفضل إنه هي بها من مولدات الكهرباء تنقطع بها، بس مجهزين بكل بناية وبكل هذه أكو يعني مولدة تشتغل بكل طاقة، يعني البيت اللي قاعدة بيه يشتغل بكل طاقة، ما له علاقة المواطن يدفع على الفاتورة الموجودة تجيب الشهر كذا يدفعها. إيش قد سعر الأمبير تدفعون؟ والله أنا هذا الشهر يعني أنا بالنسبة لي يقدرني يعني أبو المولدة أخذ من عندي 10,000. هاي مقدرك يعني؟ مقدرني يعني مقدرني يعني دائما، لأنه أنا ما أخذ كم يعني 10 أمبيرات زايدة علي يعني، فما أستوعبها كلها. تمام. أخذ من عندي شوية أقل من الناس يعني، أخذ من عندي 100,000. تمام. أرجع دكتور عاصم، بالنسبة اليوم التخطيط المرور لعدد من الشوارع الموجودة، التقاطعات، التخفيف، الازدحامات، الناس يقول لك شارع العظم وشارع عمر عبد العزيز، ايش صار مشكلتهم؟ راح أقول للست المشكلة وين تبدي، راح تبدي من تقاطع الكسرة وشارع الإمام الأعظم وساحة عنتر وشارع عمر بن عبد العزيز، الشوارع ما لها بدائل، ما لها بدائل. ولذلك أنا قلت في بداية حديثي المدينة بحاجة إلى تخطيط تصميم جديد يعني حل هاي المشاكل. إذا كان يعني مثلا أكو مشروع لإقامة مجسر على ساحة عنتر، صار له سنين وأمانة بغداد ترك الموضوع، ولا 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 عبالك الموضوع صار عقدة، الكل يشوف القاصي والداني. الموضوع مو موضوع مرور، موضوع استحداث وطرق، وايضا يعني نظره لشبكه مرور يعني تراعي هاي الازدحامات الحاصله بالمدينه. تمام. زين سيد مهند، ارجع لك اليوم الازقه الموجوده، وانت ناشط ايضا ومدني من مدينه الاعظميه، الازقه الموجوده اكسائها ايش قديرات؟ كم زقه؟ كم محله؟ اليوم كنشطاء طلعتوا بيديكم ايضا كنا العظميه، وهذا سالت السؤال الى الدكتور العبيدي، ايش قدر ايش قدر ايراد لكم؟ هي المشكله انه بالتبليط يعني هو هي الماده يعني ترى ما يراد لها فشي يعني هي ماده السيل، هي تتكون من اربع مكونات اللي هي حصو اللي مليان بلد حصو، ومو ذاك اليوم حتى بدهم يصدرون حصو زين، والاسفلت اللي هو يعني موجود يعني بكميات هائله، يجوز احد يراعيك يعني هذا الحصو يراعيكم همينه ايضا، تجيب للجيب اذا ابو المولد مراعيك لعد سيد مهند. كل المواد مال الاسفلت كليتها مواد محليه. تمام. كل ما هنالك انه المعمل، والمعمل ترى مو يعني ذات قيمه، كليته يعني اكبر معمل تجيبيه تستورديه يمكن ما يسوي له نص مليون دولار، هو معداته. فما اعرف ليش هذا التلف بالتبليط، يعني احنا اكو من 2003 لحد الان شوارع وازقه بالعظميه صحيح ما حد شايفها. مشكله انه بينا انه اللي المسؤول او مسؤولين البلديه او كل المسؤولين اللي يجون بشارع عمر شارع الامام الاعظم، وهاي الجزر الوسطيه والارصفه ما بشارع الامام الاعظم من اختلقت لحد الان يمكن اكثر من عمري تبدلت زين، والازقه ما حد بحالها يعني. انا اللي ارجو من المسؤولين اذا اريد مسؤوليه يعني ترى بسيطه، هي مساله الخدمات واضحه جدا للعيان يعني، كل ما هنالك انه ينزل المسؤول يتمشى بالفروع. طيب يتمشى بالفروع، مو يجي بشارع الامام الاعظم ويجي بشارع عمر. نعم. خليك تمشي بالفروع ويشوف شنو المصايب اللي موجودة بالفروع. طيب أنا أشكرك. أنا أول سيد مهند، أنا أعتذر لضيق الوقت، مهند الصالح صحفي وناشط مدني من العظمية، شكرا جزيلا لك. بأقل من دقيقة في دائرة السلطة دكتور العبيدي، شو وقت راح نشوف العظمية ترجع؟ عندما يكون عندنا يعني ناس ياخذون على عاتقهم النظر بتخطيط جيد
وبإخلاص لأمور اللي ذكرت هنا. وخليني يعني أعرج على 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 مسألة مهمة. أنت شايفة مدينة بالعالم عندها كورنيش يستغل بطريقة بائسة. نعم. بهاي الطريقة يعني اللي بيها كورنيش العظمية. طيب من المسؤول عليها؟ من المسؤول عليها؟ يعني ما أريد يعني أريد تقولي من المسؤول، لأن إحنا داهمنا الوقت. دكتور نعم داهمني الوقت. يعني إذا عندي نقطة واحدة أستغلها كافة المسؤولين على كافة المستويات أن يخططون لكورنيش الأعظمية. نعم. مو انطي القطاعات النقابة الصحفيين، وانا عضو نقابة الصحفيين، مو نقابة الصحفيين والجهة الفلانية والجهة الفلانية، هذا ملك عام، هذا ملك عام، هذا ثروة مدينة وثروة عاصمة وثروة بلد. نعم دكتور عصام العبيدي القائم مقام العظمية، شكرا جزيلا لك. خلينا نتوجه الى الهدف. يقول علماء التطور أن الطبيعة احتاجت إلى ملايين السنين لتطوير القرد إلى إنسان، مع ذلك باستطاعت الحكومات اللي موجودة اليوم أن تعيد الإنسان إلى أصله بأي لحظة تختارها. هناك من يضيف الرجل الناجح هو من يستطيع أن يبني صرحا عاليا من الحجارة اللي يلقيها الأعداء عليه. في أمان الله.